اللي عقد عمل في مؤسسة كبيرة في الخليل. هاي المؤسسة المبنى اللي كنت بشتغل فيه كل هالموظفين كانوا مدراء ورؤساء. أنا كتير كنت حبيت الشغل معهم، ومن تعاملي معهم صار عندي طموح كبير إني أصير مديرة، مش مديرة في شركة بشتغل فيها، لا، مديرة شركة ملك إلي. والحمد لله بعد ما خلصت الشغل في هاي المؤسسة أفرغت نفسي إني أنشأ مشروع ريادي. قررت إني أتعلم أكمل بكالوريوس يساعدني أقدر أدير شركتي وشركة ناجحة. بعديها في تدريب توليد الأفكار اللي هو بيعلمنا مدة يومين عن طريق حاضنة شمعة بوليتكنيك فلسطين في بيت لحم. اتعلمنا كيف نجيب فكرة ريادية، أخذنا عصف ذهني ونجيب فكرة ريادية. بالفعل بعد ما أخذت هذا التدريب بلشت أكمل بكالوريوس نظم معلومات. وأنا في رحلتي الدراسية قررت إنه أهم من شهادة البكالوريوس ما أتخرج إلا ومعي مشروع ريادي، مطلق مشروع ريادي أشتغل فيه، ما كونش موظفة. فالحمد لله وفي إحدى الأيام أنا وصديقاتي كان في بازار ضخم كبير في الخليل، رحت عليه أنا وصديقاتي بالصدفة. كان في نساء بتبيع أكل تراثي فلسطيني، كان كتير الإقبال عليهم وأنا رحت اشتريت منهم، كان الإشي كتير زاكي. فمن هون وقفت قلت هي فكرة تطبيق بضم النساء هدول وبضيفهم على التطبيق. هدول النساء فيش لهم مكان يعرضوا يبيعوا منتجاتهم، بس بالبازارات بيشتغلوا من بيوتهم. فمن هون اجت فكرة تطبيق طنجرتك عن نار. هلأ كانت فكرة شو أعمل؟ قررت أنضم لحاضنة، صرت أبحث. ففي إحدى الأيام بشوف إعلان لحاضنة اللي هي الأكشن إيد، برنامج اسمه تفوق الشباب، انضميت إلون. لما إجا المسؤولين عن البرنامج شخص اسمه طوني يعرفنا عن البرنامج، بكل صراحة خفت، قال لنا تفضلوا اعرض احكوا لي فكرتكم، أنا خفت كتير أحكي له. فقلت مالك يا أسماء، درست كتير الموضوع وأخذت تدريبات كتير منيحة وبتقدري إنه تقنعي بفكرتك، وفكرة كانت جديدة على فلسطين. فقررت إنه أثق في حالي، بس برضه خفت، رجلت أقدم ورجلت ترجع شو أعمل. فقررت إنه أخضع انفراد وأقول له فكرة تطبيقي. بكل صراحة كان إنه لما سمع فكرتي قال لي بتقدمي، قال لي مشروع ناجح، وأصر إني أقدم وقدمت الحمد لله. وبعد ما خلصت التدريب فزت في المسابقة. بعد ما فزت بالمسابقة جهزت تطبيقي. تطبيقي هلأ صار متوفر على الأندرويد وآي أو إس. التطبيق بضم المطابخ المنزلية بتبيع بتبيع الأكل البيتي والأكل الصحي ومع خدمة التوصيل. والحمد لله هلأ أنا وين صرت؟ هلأ تطبيقي موجود في الخليل، إلنا مكتب في الخليل، سجلنا الشركة، منبيع منتجاتنا للموظفين، عندنا زباين دايمين وعجبهم الأكل تطبيقنا. خلاصة تجربتي في رحلتي في الريادة، لأي شخص حاب يكون ريادي أو يفتح مشروع ريادي، أول إشي لازم فكرته يتأكد إنه السوق بحاجة لهي الفكرة. ثاني شغلة يكون عنده شغف كبير لهذه الفكرة، لأنه رح يعطيها وقت وجهده وماله، فلازم يكون بيحب الإشي اللي بيعمله. وأهم شغلة إنه يكون عنده صبر ويضل يحاول يجرب تالإشي يزبط عنده. في إحدى الأيام شخص دكتور في الجامعة صار معي موقف، قال لي يا أسماء رحم امرئاً عرف قدر نفسه. هذه الحكمة ضلتها في بالي مع أني شخص بنسى، بس ما فهمتش معناها. بعد ما حققت حلمي وصرت مديرة شركة وشركة ملك إلي، من موظفة لمديرة شركة، عرفت أنه اللي بيآمن بنفسه وبقدراته بيقدر يصير وبيصير للي بده إياه. في نهاية الحدث اليوم بشكر جامعة بيت لحم وحاضنة جامعة بيت لحم على الفرصة اللي أعطوني إياها لأتحدث عن قصة نجاح مشروعي وقصة نجاح مشروع تطبيق طنجرتك عن نار. شكراً كثير لكم.